التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم، أهلا بك كريم. أهلا بك منى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية دائما بالعناوين. برنامج الأغذية العالمي يحذر من زيادة تحديات الإمداد الغذائي في غزة مع استمرار العدوان على القطاع. زعيم المعارضة الإسرائيلية يستبعد إعادة 108 محتجزين من قطاع غزة عبر عمليات خاصة ويؤكد ضرورة إبرام اتفاق. وحزب الله اللبناني يستهدف تجهيزات تجسسية شمال إسرائيل وطائرات مسيرة تهاجم مستوطنات الشمال. بداية التفاصيل مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة إنسانية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط شهيدين وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. أشار كذلك مراسلنا إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في محيط مستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب المدينة، وأضاف أن جيش الاحتلال نسف مبان سكنية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بدير البلح. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وأفادت الصحة الفلسطينية بأن المجازر راح ضحيتها 41 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى إصابة 113 آخرين. يأتي ذلك في حين ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40,476 شهيدا منذ أكتوبر الماضي، كما بلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 93,647 فلسطينيا. من جانبه أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن توصيل الوقود والإمدادات الطبية إلى المرافق الصحية يمثل تحديا كبيرا في سياق أوامر الإخلاء المتكررة. كما أشار المكتب الأممي إلى انخفاض مساعدات القادمة إلى القطاع في الفترة الماضية عن أي فترة مضت. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن عمليات الإمداد الغذائي في غزة تواجه تحديات متزايدة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكد البرنامج أن حدة الصراع وعدد المعابر المحدود والطرق المتضررة تعيق عمله داخل القطاع، وأضاف أنه اضطر لتقليص محتويات الطرود الغذائية في غزة مع انخفاض تدفق المساعدات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن سكان غزة يعيشون في مساحة تتقلص باستمرار من دون خدمات للصرف الصحي أو رعاية صحية مناسبة.
أدى تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي لأكثر من 300 يوم إلى تفاقم المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة والذي مزقته الحرب. وفي ظل تفاقم أزمة الجوع في القطاع، يحاول عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوميا البحث عن المطابخ الخيرية من أجل الحصول على القليل من الطعام. مهمات شاقة نفسيا وبدنيا يقوم بها مئات الآلاف من الفلسطينيين يوميا داخل قطاع غزة المكلوم، منذ اللحظات الأولى لشروق الشمس وحتى مغربها، ولعل أقصاها تلك التي يخوضها سكان القطاع لساعات طويلة بين الطرق الوعرة سيرا على الأقدام وتحت حرارة الشمس الحارقة، في معترك للحصول على أقل القليل من الطعام الذي يبقيهم على قيد الحياة، وبين عشرات الأسر التي تحارب في رقعة صغيرة من الأرض ما بين المباني المحطمة من أجل كسرة صغيرة من الطعام، تعافر امرأة فلسطينية في جباليا بين الحشود لعلها تحصل على القليل لها ولمن تبقى من أسرتها. احنا الحمد لله من أهل الدنيا، في ناس تيجي عشان لقمتها العيش، احنا ما في حطب اللي الناس تخبز، ما في سيول اللي الناس تقدر تنزل على السوق، الوضع كل ما نابه بزيد الاسعار، الناس ما حتشتري، الناس ما حتجيب، اللي فقد ابنه، اللي فقد عيلته، اللي اهله تشردوا برا. رحلات العودة للمنزل بالقليل من الطعام هي رحلة أشد صعوبة وخطورة بين الطرق المهدمة وتحت ويلات الغارات التي قد تقصف أي منطقة على حين غرة. كل خطوة بنمشيها بنقول يا رب، إحنا خايفين. الحين أنا جيت هيني جبت لقمة العيش، لكن مش ضامن حالي أصل باب بيتي ولا لا، مش ضامن حالي وما ضامن لنا رب العالمين. وهي زي ما انت شايف في بعض الناس حالتهم بالمرة صعبة، في ناس ما تدخلش عليهم إشي، ما ستراهم إلا الحيطان، وفي ناس الحمد لله راضي بقسمتها وراضي بنصيبها في هالبلد. هذا الشارع أنا ساكنة، أنا سكان هذا البلد، وضعنا صعب جدا، بيتنا تدمر، حياتنا كله، مكاننا، هاي جيراننا، حبايبنا، كله تدمر. على كسرة خبز وشربة ماء داخل بيت محطم، تحاول تلك المرأة الفلسطينية وزوجها المسن بأبسط الوسائل المتاحة التكيف مع الأوضاع الصعبة التي لا يتحملها إنسان. ولا إشي موجود يا أخي، هاي التكيات المعلبات، هاي يوم بنروح نجيب معكرونة، يوم بنروح نجيب عدس، هاي الموجود، يوم بتجيب شوربة برغل، هذا هو يا أخوي الموجود. اما تروح تشتري خضره بتلاقي يعني لما بتلقى احيانا في خضره بس بتقدرش، فيش معك، تروح تسال كيلو البندوره ب 100 شيكل، كيلو الفلفل كان ايامها ب 100 شيكل، الحين بقول لك الكيلو الفلفل ب 300 شيكل، اي تاريخ هذا حصل؟ لم يعد للكلمات جدوى في وصف مشاهد مأساوية يعيشها سكان غزة المحاصرون لأكثر من 320 يوما متواصلا داخل القطاع شبه المدمر بالكامل في واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوروا أن الوضع في قطاع غزة كارثي للغاية، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر العائلات على النزوع وهي محاصرة بالدبابات والقنابل والغارات. وأضافت أوروا أن المساحة التي تم حصر الفلسطينيين فيها في قطاع غزة ضئيلة للغاية في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين، وأشارت إلى أن سلسلة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي إلى 11% فقط من قطاع غزة بأكمله. قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد جميع الأطفال في غزة الذين أصبحوا ضعفاء بسبب النزوح والحرمان وسوء التغذية. ودعا بوريل إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لمدة 3 أيام لتمكين منظمة الصحة العالمية ويونيسف من القيام بالتطعيم ضد شلل الأطفال.
ينضم إلينا من القاهرة دكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا بك معنا دكتور عائد. يعني هجمات عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، شهور طويلة استهدفت فيها البنى التحتية ومنها بالتأكيد الصحية، وأيضا التعنت في عدم دخول المساعدات الإنسانية ومنها الطبية. يعني أوصلت الحال الآن إلى أن هناك خطر يداهم الأطفال في فلسطين بخطر تفشي شلل الأطفال وربما فقد الحياة بأكملها. يعني ما هي المؤشرات أو الإحصاءات التي تتوافر لديكم حتى الآن عن الأرقام الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاحات؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. بداية، حتى الآن لم تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تم الإعلان عنها، من المفترض أن تبدأ خلال الأيام القادمة، ولكن حتى تبدأ يجب توفر العديد من الظروف لكي تبدأ هذه الحملة ولكي يتم تطعيم وتحصين الأطفال باللقاحات الضرورية. وأهم هذه الظروف هي بالطبع بعد يعني الحصول على اللقاحات اللازمة وتأمين وصولها، وهذا ما تم خلال اليومين السابقين، وحفظها في أماكن مخصصة لذلك وضمن درجات حرارة محددة، بالإضافة إلى قامت يعني وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وجميع مقدمي خدمات واليونيسف والدبليو اتش او ومنظمة الصحة العالمية والأونروا وغيرها، يعني قاموا بإجراء التدريبات اللازمة في الطواقم الطبية التي ستشرف على يعني إجراء حملة التطعيم. ولكن للأسف الشديد يعني العامل الأهم المطلوب والشيء المطلوب الأهم هو وقف الاعتداءات. هذه نقطة مهمة دكتور عائد، يعني حينما يعني يوصي الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بأنه يجب أن تتوقف كل الأعمال العسكرية ولو بشكل مؤقت لمدة 3 أيام حتى تتمكن المنظمات الصحية العالمية من الوصول إلى الأطفال وتطعيمهم، ما الضامن إذن لهذا المناخ الآمن حتى تتم العملية بنجاح؟ لا يوجد ضامن، وخاصة أن الأمين العام أيضا للأمم المتحدة ومنذ حوالي 10 أيام دعا إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام لتمكين هذه الطواقم من إجراء اللقاحات اللازمة وإعطاء اللقاحات اللازمة للأطفال. اليوم أيضا سمعنا على لسان جوزيب بوريل أيضا المطالبة بتخصيص 3 أيام وليس أسبوع أو أكثر، يعني هذا مؤشر على أن دولة الاحتلال لم تستمع ولم تنصت ولن ترتدع من أي شيء، تقوم بما تقوم به سواء من قتل، من تجويع، من منع إدخال الأدوية والمستلزمات واللقاحات الطبية، وأيضا تدمير البنية التحتية بما فيها تدمير أنظمة الصرف الصحي. لماذا انتشر الآن شلل الأطفال في قطاع غزة؟ لماذا؟ لأنه بالأساس تم تدمير جميع أنظمة الصرف الصحي سواء يعني قصف مباشر أو لعدم وجود تيار كهربائي لتشغيل هذه الأنظمة، مما اضطر المواطنين إلى حفر إبر يعني حفر بدائية تجاوز عددها أكثر من 100,000 حفرة بدائية للصرف الصحي موجودة بين خيام النازحين وفي مراكز الإيواء ومنتشرة هنا وهناك، بالإضافة أيضا إلى شح المياه اللازمة أو الإضافة الشخصية أو أيضا مياه الشرب. نعم. وأيضا منع المنظفات والمطهرات، هذه كلها هي أسباب وهي بيئة خصبة لانتشار يعني جميع الأوبئة والفيروسات، وهذا هو ما يشهده الآن قطاع غزة. حتى الآن تم تسجيل 3 حالات من الأطفال يعانون من شلل الأطفال، وبالطبع فيروس شلل الأطفال هو فيروس سريع الانتشار وممكن. نعم. أن ينتقل وبسهولة وبالمناسبة هذا الفيروس لا يعرف الحدود ولن يخضع لأي إجراء إسرائيلي سواء بمنع الحركة أو غيره كما يخضع المرضى. هذا بسهولة ممكن أن ينتقل إلى المناطق والدول المجاورة وممكن أن يصاب أيضا به أطفال الدول المجاورة. لذلك على الجميع التكاتف لمحاربة هذا
الفيروس وهذه الأوبئة. نعم دكتور عائد، فيما يتعلق بما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال، يعني ما المستهدف منها؟ ما الأرقام المستهدفة؟ وما إذا كانت هذه الدفعة ستكون كافية لجميع الأطفال الذين بحاجة هم لهذه اللقاحات؟ وربما يكون يعني المستهدف لهذه الحملة يعني 640 ألف طفل كما ذكر الخبر، هذه الأرقام يعني صحيحة؟ ويعني إلى أي مدى يمكن أن تكون 3 أيام كافية لوصول اللقاحات لهؤلاء الأطفال؟ يعني بداية، الفئة المستهدفة من هذه اللقاحات هي جميع الأطفال تحت سن 10 سنوات. يقدر عدد الأطفال الآن في قطاع غزة تحت هذا السن هم بحوالي 640 ألف طفل. وللعلم يعني قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام كانت يعني تشهد في السابق نسب عالية من الوصول وتطعيم الأطفال، ووصلت إلى أكثر من 100%. وفي عام 2006 فلسطين احتفلت بخلو، وتم الإعلان في هذا الاحتفال عن خلو الأراضي الفلسطينية من فيروس شلل الأطفال. اليوم عاد هذا الفيروس، بالإضافة إلى الأسباب السابقة التي ذكرتها، هناك أيضا سبب آخر، بسبب يعني العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر انخفضت نسبة التطعيمات لدى الأطفال في الربع الأول من هذا العام إلى 86%. ولدينا تخوف كبير على المواليد الذين والأطفال الذين لم يتلقوا هذا اللقاح في حينه. بالطبع يعني الدفعة الأولى التي تم استلامها هي دفعة كبيرة تتجاوز 1,200,000 لقاح، ويعني حسب الخطة الموضوعة سيتم البدء في البداية والتركيز على الأطفال تحت سن 5 سنوات. بالطبع 3 أيام هي غير كافية لإنهاء هذه الحملة، و7 أيام أيضا أخرى هي غير كافية. المطلوب هو وقف لحرب الإبادة التي يعني تدار من قبل قوات الاحتلال ضد أبناء قطاع غزة، وليس فقط الدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أيام أو 7 أيام. بدون وقف حقيقي لحرب الإبادة وبدون السماح بإدخال جميع الأدوية والمستلزمات ومستلزمات النظافة، ويعني يكون ممر إنساني مفتوح على مدار الساعة، بدون ذلك قطاع غزة سيستمر في المعاناة. وكما ذكرت يعني دكتور عائد، إن لم يكن هذا بشكل إنساني فعلى أقل التقدير كما ذكرت يكون بشكل براغماتي، لأنه هذا مرض خطير وسريع جدا في الانتشار وربما ينتقل إلى إسرائيل نفسها. على أي حال بشكرك شكرا جزيلا من القاهرة. انضم إلينا دكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، منسق القطاع الصحي في شبكة منظمات الأهلية الفلسطينية. شكرا لوجودك معنا عبر القاهرة الإخبارية. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي في مصر، حيث حذر الرئيس المصري من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليمية وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. كما شدد الجانبان على ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إيران ربما تستعد لشن هجوم على إسرائيل. كما أكد كيربي أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا هاجمتها إيران، موجها رسالة لإيران، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب يدفعها لإشعال فتيل حرب إقليمية. كما أعرب عن أمله في نجاح محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يير لابيد إن إسرائيل لن تتمكن من إعادة 108 محتجزين من قطاع غزة عبر عمليات خاصة. وأشار لابيد إلى أن المحتجزين ليس لديهم وقت، مؤكدا ضرورة إبرام الصفقة الآن من أجل إعادتهم. أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري استعادة محتجز من أنفاق قطاع غزة تم احتجازه خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وأضاف أن عملية مشتركة لجيش الدفاع والشباك أنقذت المحتجز من نفق في منطقة بجنوب قطاع غزة وهو على قيد الحياة ويتم علاجه بأحد المستشفيات بإسرائيل. هذا وتابع أنه يجري العمل على إعادة كل المحتجزين من قطاع غزة والبالغ عددهم 108 محتجزين. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق أهالي المحتجزين شارع رئيسي في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة للتبادل. يضغط أهالي المحتجزين على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يسمح بإطلاق سراح ذويهم. وصف زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه الأسوأ في تاريخ إسرائيل ويجب تغييرها في أسرع وقت. هذا وأكد ليبرمان أن تصرفات نتنياهو غير مسؤولة، موضحا أنه يعين فريق مفاوضات ثم يحرض ضده. كما أضاف أن حكومة نتنياهو تخلت عن الجليل والشمال مع لبنان ولم يتحركوا لإعادة الأمن على الحدود. هذا وتتواصل الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين على المستويين السياسي والعسكري. في هذا الإطار تصاعدت حدة الخلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت خلال الفترة الماضية، لكن الخلاف الأخير ظهر بوضوح خلال لقاء جمع بينهما على حدة مع أسر المحتجزين الإسرائيليين. الخلافات بين نتنياهو وجالانت بدأت منذ شهر مارس في عام 2023 خلال أحداث التعديلات القضائية، ويرى محللون أن الخلاف بين الجانبين في الأساس هو مسألة سياسية وأنهما في خضم منافسة حادة، حيث يؤكد البعض أن وزير الدفاع جالانت يخطط لاستبدال نتنياهو في محاولة لإحراجه وجعله ضعيفا أمام العالم. مكتب نتنياهو أطلق بيانا يوضح بأن جالانت يتبنى ما وصفه بالسردية المناهضة لإسرائيل، واتهمه المكتب بتهم ترقى إلى الخيانة، معتبرا أن تصريحات جالانت تضر بسمعة إسرائيل أمام العالم. وزير الدفاع الإسرائيلي وجه بدوره انتقادات وصفت بالحادة لنتنياهو، خاصة مؤخرا أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بقوله إن نتنياهو لا يبدي الشجاعة التي يتحدث بها علنا في الغرف المغلقة. يمثل جالانت وجهة نظر المؤسسة العسكرية والأمنية التي حاولت منذ أشهر أن تتحدث عن مخاوفها من فقدان إسرائيل نتائج الإنجازات العسكرية على الأرض بسبب الاعتبارات السياسية الداخلية. ومع تصاعد التصريحات بينهما، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مقربين من نتنياهو بأن الأخير لا يفكر في إقالة جالانت رغم الخلاف بينهما، فيما أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن نتنياهو يدرك أنه لا يمكن إقالة جالانت في خضم الحرب. وبصورة أعمق، يرى محللون أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مهمتها الأساسية هي عودة المحتجزين، وذلك يلزم إسرائيل بوقف الحرب خلافاً لما يراه نتنياهو من ضرورة الاستمرار فيها. كما يعتبر المحللون بأن جالانت لا يثق بنوايا نتنياهو، الذي يؤكد المحللون أيضاً أنه لا يحب أن يبرز أحد وزراء ائتلافه الحكومي في الساحة، ويفضل أن يكون
هو اللاعب الرئيسي الوحيد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. أهلا بك سيادة اللواء على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية بما لخص به التقرير بعض النقاط الخلافية ما بين نتنياهو وما بين مسؤولين إسرائيليين خاصة عسكريين، وجاءت هذه الخلافات بعد استعادة المحتجز بعد عملية مشتركة للجيش والشباك، وأيضا تصريحات تلتها من زعيم المعارضة يائير لابيد يشك في القدرة على إعادة المحتجزين 108 في قطاع غزة. كيف يمكن قراءة كل هذه التصريحات بعد التطورات العسكرية والميدانية على الأرض؟ يعني أولا مساء الخير. يعني هو الخلافات داخل حكومة إسرائيل وبين الأحزاب الإسرائيلية هي خلافات على التفاصيل وليس المبدأ. يعني جميع الأحزاب الإسرائيلية اليمينية كانت في الحكومة أو خارج الحكومة، يعني هم متفقين على ضرب غزة والقضاء على حماس وتهجير الشعب الفلسطيني. فبالتالي هناك بعض التفاصيل، البعض منهم يرى أنه عملية التفاوض وعودة المحتجزين أو المخطوفين إلى ديارهم هو أفضل طريقة عن طريق التفاوض. نتنياهو ومجموعة من مستشاريه لا يعتقدون أنه بالضغط على حماس وضرب حماس بقوة وضرب غزة وتهجير الناس والضغط على السكان المدنيين الفلسطينيين من تهجير وتجويع ممكن هذا يؤثر على من أجل حماس أن تقبل بالصفقة وبشروط إسرائيلية. هذه الخلافات هي بالتفاصيل وليس بالمبدأ. من ناحية مبدئية هم جميعا متفقين بالقضاء على المقاومة وعلى حركة حماس وتهجير الشعب الفلسطيني، ولا لدولة فلسطينية، والشعب الفلسطيني يجب أن يهجر ويجب غزة أن تدمر. هذه أصبحت واضحة منذ 7 أكتوبر. لكن حتى الآن ألن تؤثر هذه الخلافات على مسار العدوان على قطاع غزة وعلى مسار الحرب بشكل عام، خاصة وأن هناك جبهات عدة الآن تم فتحها من يعني الحدود والجبهات المختلفة، إن كنا نتحدث عن الجبهة الشمالية والحدود مع لبنان؟ يعني صحيح، يعني ولكن عندما يعني حزب الله ضرب إسرائيل جميع الأحزاب كانت يمين أو يسار، بالرغم أنه لا يوجد يسار الآن في إسرائيل، جميع تكاتبوا مع بعض وقالوا يجب الرد على 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 حزب الله. ولا أعتقد أنه جبهة الشمال أنها سوف يعني تشتعل أكثر، لأنه كما رأينا هناك يعني ضربات محدودة وعادت حرب الاستنزاف إلى ما كانت عليه في السابق. فبالتالي الضربات كانت محدودة والأهداف محددة وكانت فعل وردات فعل وانتهى الأمر، وجاء التدخل الأمريكي بشكل سريع لوقف هذا النزيف من أجل عدم جر المنطقة إلى حرب إقليمية. نعم. لا الولايات المتحدة تريد ذلك ولا إسرائيل تريد ذلك. فبالتالي يعني فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي والتواجد الأمريكي سيادة اللواء، وتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن المنطقة يعني تذهب إلى حرب إقليمية وأن تتوسع كل هذه الجبهات، كيف تؤثر الإمدادات العسكرية والتواجد الأمريكي في المنطقة من الناحية العسكرية على جهود التهدئة وموازين القوى بالمنطقة في ظل التصريحات التي تقول بأنهم لا يريدوا توسع يعني كل هذه العمليات إلى أو كل هذه الجبهات إلى حرب إقليمية؟ يعني الولايات المتحدة يعني عندها دبل ستاندرد. الولايات المتحدة تدعم بالمال والماديا ومعنويا دولة إسرائيل، ولكن هناك لديهم الآن انتخابات من أجل إرضاء بعض الناخبين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة وبعض الأشخاص في الحزب الديمقراطي الذين يعارضون الحرب وهم مع دولة فلسطينية وضد دولة يهودية وهم مع دولة إسرائيل تكون علمانية. هؤلاء الأشخاص لهم تأثير كبير عليهم، من أجل إرضائهم
يعني هم يحاولوا الآن أنه نحن الآن نسعى لتهدئة، نسعى لإطلاق سراح الرهائن إلى آخره، ولكن في حقيقة الأمر الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية في المنطقة ومصلحتها الاستراتيجية عدم وصول الصين ولا روسيا أن تكون لها موطئ قدم قوي في المنطقة، فبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تبقى هي اللاعب الوحيد في المنطقة على المستوى الاستراتيجي. من أجل ذلك هي تدعم إسرائيل دعم غير متناهي، ونحن نعلم جيدا والجميع يعرف جيدا لو أرادت الولايات المتحدة وقف الحرب وإنهاء قضية الرهائن لا يعني لا حتى خلال أيام، ليس خلال سنة يعني كامل. نعم سيادة اللواء، أخيرا يعني ما الذي تقوله التقارير والأبحاث الأمنية فيما يتعلق بمسار التهدئة في المنطقة في ظل كل هذه الظروف وفي ظل الإمدادات العسكرية الأمريكية وفي ظل التواجد الأمريكي، إلى أين تتجه مسار هذه الحرب؟ يعني عادة في المفاوضات يتم الاتفاق على يعني على المبادئ الرئيسية والخطوط العريضة ثم يبدأ بالتفاصيل. ما نشهده الآن في المفاوضات هو الدخول بالتفاصيل دون الاتفاق على الخطوط العريضة، ونلاحظ نتنياهو في سياسته كلما يعني وصل الأطراف جميعا إلى حل وسط يعني غالب غالب مغلوب مغلوب، فبالتالي نتنياهو يضع العصي بالدواليب ويمنع تطور ذلك ويطرح قضايا جديدة. نتنياهو لا يريد وقف الحرب، لا يريد يريد الاستمرار في الحرب، لأنه هناك اعتقادا منه أنه ترامب قادم وسياسة ترامب معروفة في المنطقة. اثنين، هو يريد إطالة عمر حكومته ويخاف من اليمين المتطرف لأنه يخشى من ذلك، لأنه اليمين المتطرف إذا أوقف الحرب سينسحب من الحكومة، وإذا حدثت انتخابات نتنياهو كمان حزبه لن يستطيع أن ينجح في الانتخابات بالرغم من أنه ارتفع ل 1 أو 2%، ولكن المجتمع الإسرائيلي الآن يعني ضد اليمين المتطرف، ولكن بالنهاية يعني هم في اتفاق عام ضد الشعب الفلسطيني. نعم، من العاصمة الأردنية عمان اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، شكرا جزيلا لك. أما الآن إلى تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الصاروخ، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه. أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ومؤسسات حقوقية أخرى احتجاز إسرائيل لجثامين 552 شهيدا. وأضافت تلك المؤسسات في بيان مشترك أن من بين جثامين الشهداء 256 شهيدا في مقابر الأرقام، إضافة إلى جثامين 296 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية وادي رحال جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وأفاد رئيس مجلس وادي رحال حمدي زيادة بأن المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين قرب مدرسة الذكور وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين. وأكد أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابات العشرات بحالات اختناق.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية حاميحاي إلياهو يعتزم التخصيص مبلغ 2 مليون شيكل لتعزيز الجولات الاستيطانية المنظمة في الحرم القدسي الشريف. وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الجولات خلال الأسابيع القادمة استعدادا لفترة الأعياد اليهودية، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي يتخذها وزير الأمن القومي إتمار بن جفير لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. أعلن حزب الله استهداف تجهيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود بين البلدين بطائرات مسيرة وإصابتها بشكل مباشر. هذا كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في 10 مستوطنات شمالي إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة من جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال إصابة مستوطن بجروح طفيفة في انفجار مسيرة أطلقت في إصبع الجليل، فيما تسبب سقوط مسيرة في اندلاع حريق في منطقة بيت هلل في الجليل الأعلى. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 3 مواطنين جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المجادل في قضاء صور بجنوب لبنان. وأضافت الصحة اللبنانية أنه تم إنقاذ 2 بجروح طفيفة في مكان القصف، في حين نقل 3 وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه. يأتي ذلك في حين أدت الغارة الإسرائيلية على بلدة شحين إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية قال وزير الأشغال والنقل اللبناني إن الشعب اللبناني لا يقهر مهما كانت التهديدات. وأوضح الوزير اللبناني أن تمويل مشروع تطوير مطار رفيق الحريري الدولي يعتمد بالكامل على عائدات المطار. معالي الوزير، هذه الزيارة وفي هذا التوقيت تحديدا والإعلان عن هذا المشروع أكيد من خلفه رسالة في هذا التوقيت تحديدا. رسالة الشعب اللبناني شعب لا يقهر من إيرادات المطار. من ايرادات الدوله اللبنانيه اللي هي رغم الظروف الامنيه لا دين ولا هبه ولا شيء، هيدي ايرادات من شغل المطار بجهود المديريه العامه للترا المدني بجهود جهاز امن المطار بجهود كل المعنيين. هيدي ايرادات بتوقف المطار على جراي، اما ايرادات بلش يطور حاله. نحن ما بدنا هبات ولا قروض، نحن شغالين حتى في ظل التهديدات الاسرائيليه. لك يا زلمه 70 سنه موجودين، انسى يا زلمه انسى. نحن شعب لبناني لا يقهر لا يقهر، مستمرين. عربت مصر عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر. وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها أكدت مصر تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم، مشددة على استعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لتجاوز تلك المحنة. وأدت الفيضانات في السودان إلى تدمير نحو 70 قرية بالمناطق الشمالية والشرقية في البلاد. وأوضحت مصادر إعلامية سودانية أن عدد المنازل المنهارة بلغ نحو 12,420 منزلا، ما تسبب في تشريد أكثر من 100,000 شخص. أما الآن ننتقل إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. Новых технических решений. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيقدم خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر القادم تتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال زيلينسكي أن تلك الخطة سيتم عرضها أيضا على المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاميلا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، كما أشار إلى أن عملية كورسك لها أهداف أخرى
لا يمكن الإفصاح عنها وتعد جزءا من خطة كييف لتحقيق النصر. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن تورط الولايات المتحدة في توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك الروسية حقيقة واضحة ولم تعد مجرد اتهامات. وقال كذلك إن المسار التصعيدي لواشنطن وأوكرانيا بات استفزازيا بشكل كبير ومتزايد، محذرا من أن مثل هذه التصرفات ربما تؤدي إلى عواقب وخيمة من حيث رد فعل روسيا. وفي وقت سابق كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا زودتا أوكرانيا بصور أقمار اصطناعية ومعلومات عن منطقة كورسك في الأيام التي أعقبت التوغل الأوكراني. قتل 6 أشخاص على الأقل في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عشرات المناطق في أوكرانيا. وذكر مسؤولون محليون أن 3 أشخاص قتلوا عندما دمر فندق في مدينة بوسط أوكرانيا. وقال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك إن 5 أصيبوا ولا يزال شخص واحد في عدد المفقودين بعد الهجوم. وقتل 3 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة على مدينة زابوروجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. هذا وأعلنت أوكرانيا تعرضها لهجمات مكثفة من القوات الروسية. وذكر بيان للجيش الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لعشرات الصواريخ التي استهدفت العاصمة كييف. في خضم تزايد حدة المواجهات العسكرية الضارية بين الجيشين الروسي والأوكراني، ومع تواصل الهجمات والهجمات المضادة على أراضي الجانبين، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا تواصل شن عدة موجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفة كييف ومناطق أخرى، وذلك غداة أكبر هجوم من نوعه لموسكو في الحرب. الإدارة العسكرية لكييف أوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي للمنطقة نشطت عدة مرات خلال الليل لصد صواريخ ومسيرات تستهدف العاصمة الأوكرانية. كما أكدت القوات الجوية الأوكرانية رصد إطلاق عدة مجموعات من الطائرات المسيرة وإقلاع قاذفات استراتيجية وطائرات اعتراضية فرط صوتية من مطارات روسية، مشيرة لاستمرار التحذيرات من الغارات في كييف وكريفيريه ومناطق بوسط وشرق أوكرانيا معظم فترات الليل. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن هناك مخاطر بوقوع حادث نووي في محطة كورسك النووية في روسيا. وأضاف غروسي خلال زيارته للمحطة أنه على علم بوقوع هجمات بطائرات مسيرة على محطة كورسك النووية، مشيرا إلى أن المحطة ليس لها قبة واقية وهذا ما يجعلها هشة للغاية. أما الآن ننتقل مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البنتاغون بات ريك رايدر. ونقدم لهم أو لمركز الصحافة في البنتاغون المساعدة التي يحتاج إليها، وحتى يتم التعامل مع كل الأمور بحكمة. نشكرك لخدمتك وأمل أن تستمر معنا لأربعين سنة مقبلة. والآن أنا مستعد للإجابة عن أسئلتكم. سنذهب أولا إلى Associated Press مع ليدا. أشكرك باد وأهنئك على هذا. أريد أن أتابع أمر السفينة وبعد ذلك لدي سؤال بشأن أوكرانيا.
هل يمكنني أن أتكهن بأن ما تقوله أنه في هذه المرحلة الولايات المتحدة وأي من الحلفاء لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإيقاف إطلاق النار أو أن يفعلوا شيئاً على الأرض للتطرق لوضع هذه السفن؟ هل هذا دقيق؟ نعم، لذا كما أشرت نواصل لمراقبة وتقييم الوضع، ونحن نعي أن طرف ثالث قد حاول إرسال إشارتين للسفينة لمحاولة إنقاذها، ولكن هددوا من قبل الحوثيين، وهذا يظهر عدم اكتراثهم لحياة البشر وأيضا للكارثة البيئية التي قد تحدث نتيجة ذلك. لذلك نواصل مراقبة الوضع وتقييمه، وسنحيطكم علما بالتحديثات. بالنسبة لسؤال أوكرانيا، هل الوزير أوستن من المتوقع أن يلتقي معكم هذا الأسبوع؟ أو ممثلي الأطراف الآخرين، وهل يمكنكم أن تقولوا لنا إذا ما كانت الولايات المتحدة قد رأت تحركات من قبل روسيا أو أنكم ستذهبون إلى أوكرانيا؟ أولا، فيما يخص لقاء الوزير مع الوزير أومراف، ليس لدي أي شيء لأعلنه. تعرفين أن الوزير أوستن دائما يتحدث مع الوزير أومراف، لذلك أنا أتوقع أن يتحدث قريبا، ولكن ليس لدي أي شيء أقدمه من المنصة اليوم. فيما يخص كورسك، نواصل مراقبتها. كما قلت سابقا، قد رأينا أن الروس كانوا يبعثون ببعض القوات إلى منطقة كورسك، واستخدموا قوات موجودة هناك بالفعل، ووضعوا دفاع سريع، ولكن ليس هناك من أي شيء واسع النطاق رأيته في هذه المرحلة، وأنا أفضل أن يتحدث الروس بأنفسهم عن عملياتهم. جينيفر، الولايات المتحدة ليست لديها سفن بحرية في البحر الأحمر الآن. هل تعتقد أنه إذا ما كانت هناك مدمرات أمريكية أو حاملات طائرات في البحر الأحمر كان يمكن لها أن تجنب وقوع هذا الهجوم من الحوثيين؟ في هذه المرحلة الوقائع هي أن هناك سفينة تتعرض لإطلاق النار، وكنا نحاول السيطرة على ممرات المياه هذه لبعض الوقت وتخفيف هجمات الحوثيين. لذلك سنواصل التركيز على هذا الأمر، ولكن الواقع الآن هو أننا لدينا هذا الوضع ونواصل تقييمه، وسنقدم لكم كل جديد. إلى أي مدى نتوقع أنه لن تكون هناك هجمات أو مجموعات ضرب لحاملات الطائرات في هذه المنطقة؟ إذا ما ردينا نظرنا إلى القوى الدولية والأمن الدولي، ترين أننا نواصل ضمان أن يكون هناك أمن، وهذه أولوية في هذه المنطقة، ولدينا قدرات كبيرة هناك، وهذا يشمل حضورنا البحري الكبير هناك وأساطيلنا. وفيما يخص الشرق الأوسط، أراد الوزير أن تبقى مجموعات الضرب الخاصة بحملة الطائرات هناك لحماية القوات هناك ودعم حماية إسرائيل، وأن تكون مستعدة لأي حوادث. لن أخوض أو لن أقول لك توقيت النشر للعمليات الأمنية، ولكن أعتقد أننا سنصل في الوقت المناسب. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال بالأمس أنه ينبغي أن تكون هناك تقييدات ما للإرهابيين الروس، ولكن ليست هناك تقييدات للإرهابيين الروس. هل البنتاغون لديه ما يقوله في هذا الشأن؟ لن أتحدث نيابة عن زيلينسكي. زيلينسكي أوضح وجهة نظره، ومن وجهة نظر أمريكا سنواصل الاستشارات مع شركائنا الأوكرانيين والحلفاء حول العالم عن كيفية أو أفضل طريقة لدعم أوكرانيا لتحقيق الهدف
النهائي وهو تأمين سيادة أوكرانيا وقدرتها على ردع روسيا. هل ستكون هناك تقييدات على توفير الأسلحة لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة؟ لم تتغير سياستنا فيما يخص أنه يمكن للأوكرانيين أن يستخدموا المساعدات الأمنية لحماية حدودهم ورد الضربات، ولكن فيما يخص الضربات داخل روسيا أيضا سياستنا لم تتغير. نعم، كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم البيت الأبيض باتريك رايدر، حيث أكد التزام الولايات المتحدة بخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مجددا الالتزام بالدفاع عن إسرائيل حال تعرضها لهجوم. أكد كذلك المتحدث باسم بنتاغون أن استهداف الحوثيين للسفينة سونيون يهدد بكارثة بيئية. الآن إلى مهرجان العالمين الجديدة. يواصل مهرجان العالمين المصري في نسخته الثانية فعالياته المختلفة، خاصة البطولات الرياضية المتنوعة. أقيمت البطولة العربية للجودو لفئات البراعم والأشبال والناشئين، وتضم 500 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية. كما شهد المهرجان منافسات بطولة القاضية لألعاب القتال المختلطة. مجالات الاستمتاع في مهرجان العالمين متنوعة، ففي نسخة استثنائية من المهرجان الأهم في الشرق الأوسط أقيمت العديد من النشاطات والفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية وسط تفاعل وحضور كبيرين. المهرجان في نسخته الثانية لم يخيب آمال رواده، فمع إشراق كل صباح يولد نشاط جديد وفعالية مميزة جعلت الحلم بإقامة مهرجان عالمي على أرض مصرية أمراً واقعاً. وكان للرياضة نصيب كبير في هذه النسخة، حيث شهدت بدء البطولة العربية للجودو في الفترة بين 24 إلى 30 من أغسطس الجاري لفئات البراعم والأشبال والناشئين، وتضم 500 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية. وأشادت العديد من الدول بتنظيم بطولة الجودو على أرض مدينة العالمين، كما أشادت بالزخم الذي شهده جدول فعاليات النسخة الثانية من المهرجان. وشهدت الساعات الماضية منافسات بطولة القادية للفنون القتالية في نسختها الخامسة، والتي أقيمت لأول مرة في مهرجان العالمين، وضمت البطولة 12 نزالاً احترافياً بين 24 لاعباً من 8 دول مختلفة، وحضر ما يقارب 1500 شخص جميع المباريات، ما عكس النمو المتزايد لشعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر. وتستمر ليالي مهرجان العالمين في التلألؤ والإبهار والزخم المتنوع، غير أنها تقترب من خط النهاية، لكنها صممت على أن تترك ذكريات رائعة لدى كل محبيه.
نشط التاسع انتهت، لم يتبقى فيها سوى تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. برنامج الأغذية العالمي يحذر من زيادة تحديات الإمداد الغذائي في غزة مع استمرار العدوان على القطاع. وزعيم المعارضة الإسرائيلية يستبعد إعادة 108 محتجزين من قطاع غزة عبر عمليات خاصة ويؤكد ضرورة إبرام اتفاق. وحزب الله اللبناني يستهدف تجهيزات تجسسية شمال إسرائيل، وطائرات مسيرة تهاجم مستوطنات الشمال. نشكر لحضراتكم المتابعة، ابقوا دوما في القاهرة الإخبارية. شكرا لكم، إلى اللقاء.